أحلى 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 مساء الأحلى زوار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شلالات معروفة طبعا لدى الجميع، شلالات الراين. هذه آخر مرة أنا جيت من 4 سنوات تقريبا، 4 سنوات. نعم، أشهر شلالات قريبة من زيورخ قبل الحدود الألمانية. شخص ب10 يورو في أسماك. شوفوا الأسماك مكثرها. أحب أفرلهم فرلهم خبز. شوف سبحان الله يا هالخبز، الإنسان والحيوان والسمك والطير كل يأكله. كوب في الغارب والاتجاه حين حاليا الى الصخرة. انت ريان نوخذه بس يجي اشوفني انا بسرق البوت وبنفخ عنه. ما زلنا في شلالات الراين شفهاوزن سويسرا. الحين رايحين ناحية الصخرة اللي في النص الشلال. يا رب سبحان رب. ما زلنا في طريق الابحار، اشوفني بختطف الطراد بعدين. يا رب واو 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 واو، عاشوا عاشوا. ما شاء الله ما شاء الله يا رب. اخر نقطة على الصخرة. يا ويلي يا ويلي. واصل يا سبحان الله، كم لتر ماي هذا في الدقيقة كم؟
في جدر الصالون حاليا، في الجدر. قبل الذهاب في بعض الغوارب ياخذون بكلفة ويجيبونك، بعض الغوارب لين الصخرة، بعض الغوارب اذا تبغى انجيج بروحك لحالك ياخذ بك وتقدر تزور القلعة. القلعة هاي في مواقف سيارات بعد خلف القلعة منه يا اخوان. هذا الموقف ما شاء الله للراين. هذا الاحداثي، طبعا الاحداثي بسيط جدا لدى الجميع لكن من باب الزود.